حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية، واللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. وأولى مواضيعنا في فقرة فيس تو فيس الموضوع اللي هو حاليا الترند الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم أجمع، اللي هو موضوع الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا مرة واحدة. طبعا صار هزات أرضية بكل البلدان المجاورة، وصلت إلى بلدان ومناطق كبيرة جدا من العالم، ضحايا يعني وصل عددهم إلى 20,000 فقط في تركيا و60,000 جريح في سوريا، كذلك الأعداد كبيرة جدا. موضوعنا أنه هو الجانب العراقي. العراق هذا البلد اللي دائما ما يوقف ويا الدول ويساعد الدول الجارة، يساعدهم دائما بكل ما يحتاجوا. العراق الغيرة، الشهامة، النخوة، شو تريد تسميها سميها، دائما ما يساعد وينسى كل شيء. ينسى كل مكروه يصيبه من بلد معين، ينسى كل أمر يصير أو أي حالة أو ظروف يصير، ينسى كل شيء. بالصورة اللي ظهر أمامكم فريق إنقاذ عراقي، هذا فريق الإنقاذ العراقي اللي توجه إلى تركيا لتقديم المساعدة، قدر من أنه ينتشل ما يقارب 14 جثة من تحت الأنقاض من تحت الركام، وأيضا قدر ينتشل أشخاص هم على قيد الحياة يعني ولكن مصابين. هذا فريق الإنقاذ العراقي اللي راح إلى تركيا وقدم المساعدة. بنفس الوقت لدينا في سوريا الحشد الشعبي اللي كل شيء وده، كل شيء أرسل إلى سوريا، وقود، غذاء، بطانيات وفراش، ملابس، كل شيء أنت تريده موجود راح إلى سوريا. جسر صار بري مفتوح وجوي ما بين العراق وسوريا وأيضا العراق وتركيا. قدموا كل شيء شبابنا الأعزاء اللي هم يضربون أروع الأمثلة بهذا الظرف، بهذه المصيبة أو الكارثة اللي حلت على البلدين سوريا وتركيا. العراق دائما ما تشوفه يساعد ويضحي ويروح ويدخل نفسه بشغلات هي خطر عليه، ولكن هذا هو ديدن العراقيين. شكرا للحكومة العراقية وشكرا للحشد الشعبي اللي وقفوا مع أخواننا في سوريا وأيضا وقفوا مع تركيا. البعض سيقول لك إحنا ليش ننسى تركيا وقطع المياه، هذا الأمور خليها على صفحة. صح قطعوا المياه علينا، صح هواي شغلات يسووها، ضربوا الأراضي العراقية، بس بوقت الكوارث وبوقت ما تصير مصيبة على تركيا أو أي بلد آخر ممكن عاد العراق يقدم كل شيء يملكه، يقدم المساعدات، يقدم شبابه، يقدم فرق تروح تنقذ، فرق تروح تساعد، فرق تروح تودي وقود. فقط إلى سوريا يمكن 2 مليار أو 2 مليون لتر أعتقد من الوقود راح إلى سوريا. في تركيا فريق طبي عراقي أو فريق إنقاذ ودفاع مدني، كل شيء راح، يعني فرق راحت تقدم تساعد وكل شيء. بموضوع يعني مثل ما تعرفون هذا هو ديدن الشعب العراقي. خلينا نشوف الموضوع الأول وتفاصيله. فريق الإنقاذ العراقي ينتشل 14 جثة من تحت ركام إنقاذ المباني في تركيا. هذا هو خبرنا الأول مثل ما تشوفون، يساعدون دائما. حارث يقول إن مهنة رجال الإطفاء أسمى وأنبل المهن في العالم، لأنها تمثل الجانب الإنساني الذي يجسد روح التضحية والإيثار ونكران الذات من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات. أما قاسم يقول
فعلا العراقيين اصحاب نخوه وشهامه وفقهم الله وحفظهم من كل مكروه. تعليق من يحيى يقول الله يصبرهم على مصابهم، ان شاء الله العراقيين دائما سباقين للخير وغيرتهم مشهوده بكل الدول. تعليق اخر يقول الله يبارك فيكم، نسال الله ان يؤازركم ويمدكم بقوه ومدد من عنده لكن سوريا تحتاج دعم اكبر. مثل ما قلت لك سوريا الحشد الشعبي كل شيء ارسل، فراش، اكل وشرب، وقود، فرق انقاذ، مساعدات، كل شيء موجود، كل شيء ممكن تحتاجه سوريا يحتاجه هذا البلد العربي الشقيق. الحشد الشعبي وشبابنا الابطال راحوا هناك وجاي يقدمون المساعدات، فسوريا ابدا ما ناسيها. احمد يقول جهودكم مباركه في هذا الوضع الاليم، الانسانيه فوق كل شيء، حفظكم الرحمن. هذا كان اخر تعليق، ولكن ايضا بموضوعنا هذا لازم احنا نعرف اكو يعني عندنا عراقيين هواي عايشين في تركيا، وهو خبر مؤسف ولكن لازم احنا نلقيه على حضراتكم. القائم بالاعمال العراقي في انقره خليل ابراهيم يقول 7 عراقيين تاكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا، وهناك 8 اخرين لا نعرف مصيرهم. الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه، والله يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وايضا نتمنى انه الـ8 يكونون عايشين وينجون من هذا الزلزال ومن تحت الانقاض. نتمنى احنا هذا هو 7 يعني تاكدت وفاتهم و8 مفقودين، فالعدد يكون 15 شخص مثل ما تشوفون. احنا نقول يعني هذا يعني هذا مصير وهذا قدر، كارثة صارت والله يرحمهم. يعني هذا عدد العراقيين اللي توفوا بالزلزال في تركيا. مثل ما قلت لكم يعني ان شاء الله اللي ماتوا الله يلهمهم يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وبعد هاي يعني سنة الحياة، ونتمنى السلامة للباقين، ولكن هذا الخبر لابد من الإفصاح عنه. ويعني هذا بعد قدر صار، ومثل ما تعرفون يعني هم كبلة تركيا لحد الآن عبروا 20,000 قتيل، يعني 20,000 واحد توفى زين، والإصابات ما يعني عبرت 60,000، يعني عدد كبير جدا وضخم. بسوريا أيضا أعداد كبيرة جدا يعني، وهذا اللي صار. بعد هو العراقي يعني يبحث عن الحياة في غير بلدان، ولكن مصيبة وكارثة حلت بالأرض، فهذا اللي صار. يعني جاي تطلع لنا فيديوهات وصور من تركيا يعني فشي يعني ما تقدر تتخيله، يعني حجم الدمار اللي حصل. يعني حتى اعتقد اكو مدينة في تركيا حدودها تغيرت، مسارها انحرفت من قوة الزلزال. يعني الأرض انشقت، يعني اكو معالم تاريخية راحت الأرض، يعني بعد هذا هو الزلزال. يعني وهذا يعني هاي نتيجة يعني نتيجة الطبيعة، هاي الزلزال الله سبحانه وتعالى علم وطبيعة وكارثة، فكل هاي الأمور يعني ما بدينا شيء. فهذا كان خبرنا الأول مثل ما شفتوا، ومثل ما تعرفون بعد هذا اللي صار، والله يرحم كل الأشخاص اللي توفوا. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة على خلفية زيارته إلى الإمارات، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم إلقاء القبض على حمدية الجاف. حمدية الجاف اللي هي المدير العام للتي بي آي سابقا. حمدية الجاف يعني ألقوا عليها القبض بالإمارات في عدد من قضايا الفساد، أبرزها أنه هي مسوية هدر بالمال العام
بالدولار وبالدينار. وهسه راح نسولف لكم الارقام، لان الارقام يراد لها عبقري بالرياضيات يلا يعرفها. بالبدايه احنا نقول عاشت ايد كل واحد يلقي القبض على فاسد، على شخص هدر بالمال العام، على شخص سوى الخراب والعمايل اللي ما تسولف بالبلد. هذا الموضوع احنا دائما ما نسولف به، خاصة في هذا البرنامج، انه احنا قبل كنا نقول شو وقت يلقون القبض على ذول الفاسدين، هذا هدر وهذا باق وهذا سوى. اليوم احنا قمنا نشوف كل الاخبار، كل علقة القبض حاكم حبس ما اعرف شنو. ولكن انا اقول انه انت مديرة التي بي اي، يعني مصرف كبير جدا، هذا الهدر خلي نشوفكم الارقام، خلي نشوفكم الارقام اللي احدثت ضرر بهم. يقول لك شوف الرقم هذا، الراد العالم بالرياضيات، 1,116,000,000 و 24,000 اعتقد و 788 دولار ما اعرف بعد، هاي كارثه هذا الرقم. وايضا 90,000,000,000 بالعراقي، 786,000,000 وايضا 20,500 بالعراقي. هذا الرقم يراد له فد واحد عنده دكتوراه بالرياضيات يجينا شوي يشرح لنا عن هذا الرقم اللي صار به هدر للمال العام، اللي هي كانت حمدية جاف المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة التي بي اي. هذا العدد الكارثي، هذا العدد، يعني وين راحت هاي المبالغ؟ وين راحت؟ واحنا ايضا نتمنى من الحكومة ايضا يسوون بيان، يسوون خبر، طلعون يحجون شلون القول القبض عليها. طبعا هي النزاهة هي اللي ناشر الموضوع، هيئة النزاهة العراقية. المبالغ هاي وينها؟ بيد منو؟ يم حمدية جاف يم غيرها؟ راح يرجعن لخزينة الدولة لو لا؟ لازم احد يفهمنا، لان مثل ما تعرفون بعض المبالغ شوفها هاي 1,116,000,000 دولار، وهنا 90,786,000,000 عراقي. حمدية جاف مديرة تي بي اي، احنا هاي الارقام الفلكية يعني ما اعرف يعني الى متى احنا الاشخاص اللي بهاي المناصب يبقون عينهم على فلوس البلد. هذا اللي يسرق، هذا اللي يجيب، هذا اللي يودي، كارثة. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. قاسم يقول المصيبة حتى ما نعرف نقرأ الرقم، لأن ما وصلنا لا بالمدرسة ولا بالجامعة لهكذا أرقام فلكية. صدق يعني مشكلة. صادق الحاج يقول سنوات وكنا نسمع بفسادها عبر الفضائيات، وكيف حولت وأعطت سلف بمبالغ خيالية لجماعة الإقليم ولم تحاسب وتحاكم كل هذه السنوات. حليم يقول بايقة 1,000,000,000 وقاعدة بالإمارات، شال عندهم أملاك بسويسرا، إيش قد بايقين؟ إيش قد بايقين اللي عندهم بسويسرا؟ والله ما أعرف إيش قد بايقين اللي عندهم بسويسرا، ما شاء الله فلوس. سجاد يقول هذا حتى اللي ماخذ ماجستير بالرياضيات ما يعرف ايش قد هذا الرقم. صدق هو هسه انا حاولت اقراه، صدق احنا ما واصلين لهيجي ارقام، انا حاولت اقراه بس هو الرقم ما شاء الله ما ينقري، من قد ما كبير ما ينقري، ما ينقري، رقم خيالي. وفاء تقول هذه فلسة المصرف كانت توزع بكيفها. حكيم يقول إذا الخبر صحيح والله العظيم ورب العرش العظيم، من هنا تبدأ تصحيح مسار الحكومة ومحاسبة الفاسدين، يا رب يكون الخبر صحيح. طبعا هو الخبر صحيح، وهذا آخر تعليق كان، هو الخبر صحيح وتم تأكيده
وقبل لا أدخل للبرنامج أيضا تأكدت من هيئة النزاهة نزلهم نزلين هذا الخبر. ليش يعني؟ ليش تجي تسأل تسولف تحكي ليش؟ ما حد يعطيك جواب. بس هستي مصيرك وين؟ بكتي ورحتي وجيتي مصيرك وين؟ بالسجن. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. أما موضوعنا الثالث في هذه الفقرة التسول اللي صار شغل بالبلد، صار شغل وتشتغل بيه الناس يعني بصورة مو طبيعية. الخبر شو يقول؟ يقول القبض على شوف 13 أجنبيا مخالفين لقانون الإقامة يمارسون التسول في بغداد. تفضل يعني أجانب كاسرين الإقامة وش يسوون؟ يشتغلون. شو يشتغلون؟ متسولين. شوف الرقم ايش قد هو 13، وانا متأكد اكو بالشوارع اكثر من هذا الرقم. السوري البنغلاديشي المدري منو المدري منو. عم شنو هاي؟ التسول صار شغل، القدية صارت شغل، صارت مهنة. يطلع اليوم اجورك 25,000 دينار، طلع باليوم 400,000، 350,000، 200,000، انت اجورك 25 دينار باليوم. وصلت مرحلة حتى الاطفال يأجروهم. الاطفال اتمنى من وزارة الداخلية بما انه اكو حملة الان على اصحاب المحتوى الهابط، واكو حملة ايضا على الفاسدين واللي هدروا بالمال العام واللي جاي يجيبون بيهم يومية، من ناد يجيبون 15 ومن ناد يجيبون 15 بالفاسدين. اتمنى تصير حملة على هذا الموضوع، موضوع التسول اللي صار شغل، قاموا شغلون بيه اطفال بشكل مو طبيعي. زين يعني يجيك طفل يعني مشكلة. زين ويعني صارت شغل شغل، لو يجيك هالأطفال بديهم مدري شنو يوقعه ما أعرف شنو هذا كارثة. والله العظيم أنا هنا في بغداد أشوف أطفال أعمارهم يمكن 3 سنوات وثلاث سنوات ونص، بعدهم أطفال يجيب فتر على المقاهي على المطاعم بالشارع. عرفت منو طلعك؟ اهلك وين؟ امك ابوك اللي جابك لهاي الدنيا وينه؟ اللي خلفك وينه؟ تسول صار بشكل مو طبيعي. لو تجيك وحده مثلا اجنبيه يعني عربيه شايل هم طفله تتسول وتتجدي وتروح وتجي. يعني لازم وزارة الداخلية، احنا نناشد وزارة الداخلية بما انه انتو اليوم البلد كله واقف وياكم على هاي الحملات اللي جاي تسووها، جاي تنظفون البلد من صناع المحتوى الهابط، وحتى ما يصنع هذا التفاهة هاي ما تنصنع هاي هيك، جاي تجيبوهم وتحاكموهم وعاش تديكم. وهذا عمل جدا ممتاز، دائما احنا كنا نطالب بيه واثنين على هذا القرار وعاش تديكم. الان نطالبكم بقانون او ما اعرف شلون تسموها، حمله على المتسولين اللي صاروا يشتغلون. ترى الفقير اللي ما عنده هذاك وينه معروف وما يروح يطلب ويمد ايده، العالم تعرفه الناس تعرفه وتروح تتصدق وتروح تتبرع له وتروح تطي. بس اللي ذولا يشتغلون ويفترون هذولا شغل، هذولا مو فقرة، هذولا شغل من الصبح لليل ما يرجع إلا بالوحدة بالثنتين،
نسوان، أطفال، كبار، صغار، شباب، شغل قاموا يمارسون هاي مهنة، فنتمنى تسوون حملة بإلقاء القبض عليهم. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وماذا كانت ردود أفعال الناس. انتصار تقول على هاي السوالف بعد ما حد يساعد فقير، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا واحد من الناس، أحكي لك بصراحة، أنا قمت ما أساعد أي واحد، بس اللي أنا أعرفه فعلا فقير يعني نروح نتعناله ونساعده، أما هذول اللي يجون بالشوارع بالمقاهي ما أساعدهم. أحكي لك هيك مو هيك، هذول يشتغلون، هذا يطلع له باليوم 400,000، جيبه أعلى مني ومنك ومن شك واحد، زين، بس شنو؟ هو بالنهاية يعطوه 25,000 هاي يوميته، اللي يطلعهن المن؟ الله أعلم. ناس خلف هذه الشبكات، ناس لازم وزارة الداخلية تتعقبهم وتلقي القبض عليهم وتشيل وتقشهم قش. شكوا واحد متسول بيفتر بالشوارع بالدرابين بالمقاهي، لازم تصير عليهم حملة. ترى الناس هم ملت والله. ذاك اليوم في موقف، أحد الزملاء جاء طفل كني يبلغ من العمر 3 أعوام، دنق وبقى مكلب برجله، انهد ثلاثة، احنا نجربيه ما يوخر الا تعطينا ربع. منو معلمه على هذا الموضوع؟ منو معلمه انه يسوي هيك؟ منو معلمه انه تعال انت الزم رجله ودنق ولا توخر لا تهد لا يعطيك فلوس؟ منو معلمه؟ يا عديم الانسانيه، مواضيع هواي، الحكي هواي، من نحكي احنا نطلع مو زينين، بس هو هذا صار موضوع شغل على باب الله قاموا يشتغلون، يعني مو هيجي على باب الله، اطفال وكبار. سارة تقول صح، ظروفهم صعبة ومساكين، حالهم حال اعداد كبيرة من الشعب العراقي، بس احترام القانون واجب والافضل يبحثون عن عمل بدل التسول. وحيد يقول بمكان واحد عندل 50 واحد مخالف للإقامة، شنو 13؟ جاء وحيد حبيبي، أخوي الله بالخير عليك، تحكيك يا بل جاء أخوي، ما تروح تبلغ عليهم، هذا مو واجبي وواجبك، مو صووا رابط نبلغ عليه على أصحاب المحتوى الهابط وبلغنا. شو أخوي هم الله ويدك، تعال بلغ دارة الإقامة، بلغ الداخلية، بلغ النجدة، شوف يا قلهم يا ترى دولة 50 واحد أنا أعرفهم مخالفين لشروط الإقامة، بلغ، مو هذا واجبنا، واجبي وواجبك وواجب المواطنين. إذا إحنا ما نصير أذرع للقانون ما راح يصير بينا حظ ولا راح نتقدم، لازم إحنا نصير أذرع للقانون، مثل ما الشرطة والجيش وكل هاي الأمن الوطني واستخبارات كل هاي أذرع للقانون، احنا لازم نصير ذراع مع الدولة، احنا لازم نبلغ على كل شيء مو صحيح، نبلغ وكل شيء موجود، نزاهة تقدر تبلغ، على المتسولين تقدر تبلغ، على أصحاب المحتوى الهابط تقدر تبلغ، موجودة أرقام، إلا أخذ منك رشوة تقدر تبلغ عليه، شرطة مجتمعية، كل شيء موجود، أخويا بلغوا. أسدت تقول أنا شفت 15 واحد، يلا الله ويدك، 50 واحد العفو، الله ويدك بلغ عليهم، خلي نصير إحنا ذراع من أذرعة القانون، خلي نبلغ عليهم ويقوم القبض عليهم. آخر تعليق من حيدر يقول دي تعالوا لدياله، وخاصة قضاء، بعد القضاء شلون كاتبه، بعد القضاء شلون كاتبه، مشكلة، هاي مشكلة، مشكلة ما قالها حلاني. تارسين الصناعة والسوق، بس القضاء، قضاء القضاء مو بهاي الضاد، ذيك الثانية تشيل الشخطة تخلي بس نقطة، قضاء مو اخت الطاء اخت الضاد، قضاء مو اخت الطاء، قضاء هيجي كتب يا حبيبي. هذا كان آخر تعليق في هذا الموضوع، لا وهو موضوع التسول والقاء قبض على شبكة أجنبية عددهم 13 شخص.
يمارسون مهنة التسول في بغداد. هذا كان موضوعنا الثالث. أما موضوعنا الرابع والأخير في فقرة face to face، هذا شوي الموضوع حلو، موضوع نسولف بي. العراق بلد معروف بالنخيل، كثرة النخيل من زمان. احنا هذا البلد تمر والنخيل واشجار النخيل بي كبيرة جدا. مرت علينا فترة شلنا الاشجار، حرقنا الهذا، سوينا، قمنا نستورد نخلات من برا، من برا قمنا نستورد من الامارات وما ادري مين. وصلنا هيك مرحلة، ولكن خبرنا شو يقول؟ يقول احصائية رسمية اعداد النخيل وصلت الى 20 مليون نخلة والتزايد مستمر. يا الله، هذا هو العراق، هذا هو بلد السواد، هذا هو اللي دائما ما تكون بالارض خصبها للزراعة والصناعة وغيرها من الامور. اليوم وصلت الاعداد حسب احصائية رسمية من الحكومة 20 مليون نخلة. افرح يا ظفر، جتك مادة للبرنامج، ظفر علي افرح حبيبي، هاي مادة زينة للبرنامج، 20 مليون نخلة. لازم تسوي لنا حلقة عليها ببرنامج أرض السواد، لأن هذا الموضوع موضوع مهم، لازم الشعب والمواطنين يعرف إنه إحنا عندنا هالكيد. ورجعت الزراعة ورجعت شويخ البلد يتطور، متعبنا والله، والحكومات السابقة ما أدري سوت بينا. واليوم اكو اخبار حلوه مفرحه، اليوم احنا نكيف من نشوف هيك اخبار. يا اخي واحد نفسيته ترتاح من يطلب البرنامج اخبار مفرحه. قال قبض على فاسد، حكم واحد يقدم محتوى هابط، ما ادري شنو، فشي اخبار حلوه مفرحه. تعبنا من قد ما نلقي بالاخبار المو حلوه والاخبار اللي تسد النفس. اليوم 20 نخله، خلينا نشوف الموضوع تفاصيله. ايضا ردود افعال الناس، احصائية رسمية اعداد النخيل وصلت الى 20 مليون نخلة والتزايد مستمر. اي هاي الواحد هسه كيف يفرح، يفرح الواحد كيف يعني يشوف هيك اخبار. التعليقات، صادق يقول وداعتكم بينبخت بالعتبة، شاكت النظام وحسرة وحسرة علينا فصمة التمر. طبعا الشيء بالشيء يذكر، شكرا للعتبات المقدسة، لولاكم لما صار تقدم في هذه المواضيع ولا تطور. زرعوا الأراضي، الصحراء حولوها إلى خضار، المباني، الشغلات، الطرق، الجسور، التعمير، شكرا للعتبات المقدسة. هاي ببركة آل البيت فعلا. هذا التعليق في محله. أحمد يقول نسأل الله أن نستعيد أرض السواد، عبق الطبيعة. أما عامر يقول النخلة شجرة مباركة وصديقة البيئة، إذا زرعت النخيل زرعت كل الأشجار تحته وجذبت كل الطيور والنحل وخففت درجات الحرارة وخففت، وأصبحت منتج يمكن تسويقه والاستفادة منه في تقليل الأتربة والحرارة العالية. فعلا هسه قبل ما كانت درجات الحرارة هيك بالعراق، شو كان خضار هواية، نخل على أشجار، عمي نبق يزرعون نبقهم شجرة السدر، قابلين يزرعون أي شيء، يزرعون فراولة، فراولة طيبة، الفراولة يزرعون، فراولة يزرعون، ليمون يزرعون، كيوي، اي شيء اي شيء، المهم خضار زرعونا. شو الزرعون بس شوي شوي، كافي صحراء، تصحر، حراره، درجات الحراره عاليه، تعبنا والله تعبنا. تعليق من احمد يقول يا الله ان شاء الله العراق ما يعرف غير الخير ويبعد عنا كل شر. ميعاد يقول هاي اخبار حلوه، ان شاء الله يصير عندهم وعي ويحافظون على المناطق الخضراء والتخلص من التصحر وانقاذ النباتات بالعراق. يا الله، هذا كان اخر تعليق
في آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة بالسوشال ميديا. الفيديو الأول اللي عدنا في هذه الفقرة انتشر بصورة كبيرة جدا، جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على صاحب محمل مصنع. هذا المصنع شنو؟ صناعة التكرير في بابل. بالبداية خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوف البلاوي اللي وراء. ايه وين كنتوا الحكومات السابقة؟ وين كنتوا عن هذا الموضوع؟ تهريب، تكرير وتهريب مشتقات النفطية. معمل قدش كبره باعوا، تفرج عزيزي المواطن شوف البلاوي. معمل بهالضخامة هاي في بابل، هسه يلا اكتشفتوا. عمي السوداني كان المفروض تجي من زمان، والله العظيم كان المفروض تجي من زمان من زمان من زمان كان المفروض تجي. طبعا مثل ما تشوفون شرط صاحب المعمل الى بغداد وجوا يلقوا القبض عليه. مصنع لتكرير وتهريب المشتقات النفطية، ما شاء الله، حلو حلو. ليش؟ وين شتوا عني كل هاي السنوات؟ من جاب المواد ومن جاب الأجهزة ومن جاب الشغلات والحفر وين شنتوا عني؟ ليش هسه يلا انتبهتوا انه اكو؟ لان ما كانت اكو رقابة قوية، لان ما كانت اكو توجيهات قوية، ما كانت اكو. هسه قبض جيب وودي، وهذا اول بداية. نقول شكرا لجهاز الامن الوطني على هاي العملية النوعية اللي سووها، تكرير وتهريب. لك شنو انت؟ شنو من عظمة عندك؟ انت شنو؟ صاحب معمل. دولة، هي دولة ما تقدر تسوي هيك. انت شوف ايش قديش كبره، ماخذ مساحة ايش كبرها، معقولة ما حد شايفه؟ شيل هاي الصهاريج اللي تدخل وتروح وتجي وتنقل، هاي المعدات ايش قديش كبرها؟ الله اكبر، الله اكبر على بلد مليان مصايب وشغلات من هذا القبيل، الله اكبر. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. ما شاء الله. ابو محمد يقول سلمت اياديكم ونتمنى القبض على كل من يدعمه وشاكلته. اي هذا وتدلل ابو محمد خوي، ابو محمد الفريجي تدلل يا ابويا دلل. النجم كريم النجم يقول صدق كذب؟ لك هذا غير استهتار، يعني هيك ظهركم قوي وما تخافون؟ عاشت ايديكم يا ابطال، ظهرهم قوي ما يخافون فعلا. محمد يقول طيب كيف ادخل هذه المعدات والتجهيزات الى البلد وبدون ان تلاحظه الاجهزه الامنيه؟ وانا اتساءل نفس هذا السؤال، شلون دخلت هاي المواد وما حد شافه؟ عمي الحكومات السابقه يعني شو تسوون؟ مع الاسف. تعليق من ابو فاطمه يقول صدق كذب؟ هذا كل هاي الفتره كم حكومه مرت عليه ولا واحد شافه؟ مصفى كامل؟ كامل، اي والله اخويا كامل. جاسم يقول الله يبارك بيكم، بس هذا صار كم سنه يهرب؟ زين وين دور الحكومه المحليه والامن و و و الى اخره؟
ما ندري صدق هذا وين ابو هاي السوالف هذا التيك توكر ذاك هذا وين شو ماكو صار له فتره بس لا القوا القبض عليه بيطالب بتهمه المحتوى الهابط شو مختفي بالله شوفونا يا وين دورونا عليه مختفي والله انا جاي ادور عليه هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو والموضوع اللي هو موضوع القاء القبض على صاحب مصنع لتكرير وتهريب النفط ومشتقاته الفيديو الثاني من احدى مناطق بغداد جمل هارب من هذول البشر خلينا نشوف الفيديو والله خبلته والله انصدم قام يجوع عمي دعوفو دعوفو منطقة كاملة تركض زقاق كامل يركض وراء ليش مو خطي محلة كاملة تركض وراء ليش هذا شرد من الخوف ترى مو من شيء شرد من الخوف نوب مسوي هذا اللي يركض ورا هذا اللي يلحق يا ابو والله خطيه شنو ذنبه والله ما مشكله هاي والله العظيم مشكله يعني اللي جاي يصير ما اعرف هذا الفيديو من احدى مناطق بغداد جمل هارب من الشباب الطيبه والعقيب عربانه مكسره خلي شوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو يعني والله خطيه الله يكون بعونك تقول الله يساعده وراح يتخبل لغه القران مياده تقول حتى الجمل ما خلص منكم الله يساعده عماد الفقار يقول هذا الجمل راح يعيش اسوأ ايام بحياته نموت على سوالف الركض وراء الحيوانات السيد شريف يقول هذا عنده محتوى هابط وفاسد يا الله هذا عنده محتوى هابط حازم يقول لا هارب ولا شيء بس من الخوف يركض هو صدق يعني لا هارب ولا شيء هذا يركض من الخوف لان مثل ما تشوفون يعني انتو الناس كلها تركض وراه فهو يركض من الخوف يركض من الخوف خطيه من 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 مصيره يعني هاك شوف هاي الناس كلها تركض وراه ما شاء الله يعني طبعا وين يروح خطيه وين ينطي وجهه خلينا نشوف الفيديو اللي بعده وايضا نسولف وياكم هذا الفيديو فريق الانقاذ العراقي اللي راح لتركيا ايضا انتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو من فريق الانقاذ اللي راح الى تركيا ليقدم المساعدات اللي هو نفسه انتشل لحد الان 14 جثة من تحت الانقاض عاشت ايديهم وبارك الله بهم وان شاء الله يستمرون في تقديم المزيد من الاعمال اللي بها خير للناس وللبلدان هذا الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حسين يقول بارك الله فيكم جزاكم الله خير اهل الغيرة توصلون بالسلامة يا رب العالمين حجي محمد يقول بالتوفيق ان شاء الله ربي يحفظكم جميعا بحق محمد وآلي محمد اخر تعليق من ذو الفقار يقول بارك الله بكم وحماكم الله من كل سوء تروحون وترجعون بالسلامة يا ابطال هذا كان اخر تعليق خصوص موضوعنا أو حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم مشاهدين الكرام حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلكم في مال الله